بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكل متابعينا. شغلة تحز بالنفس، الشغلة هي يعني البارحة نشرت منشور قلت يعني اللي يريد يجي للمحل اللي يعني فرصة ذهبية حتى يقدر يجي يمي وعلمه وكمل وياه ما بدأ. يعني توقعت بصراحة، توقعت من هالكوم الشباب انه راح يعني يصير ازدحام على الورشه مالتي، يعني اكو ناس راح تجي فعلا متابعه ومقدره الجهود اللي دا نبذلها، وراح التليفونات راح برسائل واحدد لهم مواعيد، يعني هيك مخلي بمخيلتي. لكنه مع الاسف بالجهه المقابله ماكو اي تحرك، مجرد لحد الان رساله واحده اجتني، زين بس رسالة واحدة، قال لي أريد أجي أتعلم يمك. واحد من الأخوان خابرني يعني ما شايف يمكن غير فيديو واحد، أمي يقول لي أريد أجي يمك، قلت له مشتري أسلاك، مشتري مايكرو، مشتري عوازل، جايب لك ماطور، ماكو، كل شيء ما مسوي. يا أخوان أنتو بالجانب اللي تقولون ماكو شغل وماكو وظيفة وماكو مهنة، زين وبالوقت اللي تحجون على اصحاب المهن تقولون ما يعطون معلومات وما حد يعلم، باللحظه اللي احنا تعبانين واعصابنا تلفانه ونحكي وياكم وننصحكم ونعطيكم فيديوهات وماكو اي 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 تفاعل بالجهه المقابله، يا اخي والله حيرتونا انتو. يعني متحملين حكي الناس، متحملين حكي اصحابي اللي بالمهنه مالتي. يعني انا اول بارحه احد الاخوان يعني نزل علي وشو نتعلم وماكو حد يستاهل، وهيك الناس قامت تصلح ببيوتها، يعني حيرتونا، شو اللي تردوا بالضبط؟ يعني انتوا لو تقدرون التعب اللي دنا نتعبه ما شايفينه، رغم ضغوطات العمل مالتنا والشغل مالتنا، زين احنا دنا نتعب وياكم ونصور فيديوهات ونعيد. وحتى ذاك اليوم واحد من التعليقات حذفته يقول ايش خبصتنا بالمطارات. يا اخوان اكو ناس فاهمه غلط، احد الاخوان من الموصل قبل يومين حكى وياي، قال سالت قرايبي كان يشتغل بالمطارات، قلت له راح اتعلم مطارات، قال لا تتعلم، الشغله تعبانه وما تسوى. يعني احنا اللي نريد نقوله يا اخوان اكو ناس ما تعرف تشتغل، يعني حتى لو عمره كبير ما يعرف يشتغل، ما يعرف طريقته بالعمل. احنا هي الماطورات مفتاح لاي شغله اخرى، مو بالضروره تتعلم بس الماطورات، الماطورات مفتاح الشغلات هوايه. انت اذا تعلمت الماطورات زين راح تنفتح لك ابواب اخرى. احنا بالنسبة لنا الغراض اللي عندنا بالبيوت، الغراض كلها تعبانة، الغراض البيوت كلها تعبانة لأنه إنتاجها صيني وعطلاتها هواية، زين فأنت هي هاي مو احنا نقول فرصة تستثمرها، لا هو هذا، يعني أنت مغلوب على أمرك والأجهزة اللي تجيك هي هاي الأجهزة، شو تريد تسوي يعني؟ زين عندك إذا تعلمت اللف وبصورة صحيحة راح تنفتح لك ابواب. اي البنكات، الساحبات مال المطبخ خصوصا الحديثه، المبرده البلاستيك، البنكات، يعني اجهزه هوايه عندنا، اجهزه تحويل. انت تستثمر عقلك بصوره صحيحه، طريقه تعاملك ويا الناس هي اللي تخرب عليك الشغل. أنا مش مدري إن هذا الشخص يجوز كان تعامله ويا الناس مخوش تعامل وخربت عليه الشغلة. فأنت لا تأخذ حكاية من شخص واحد، خير من الله، الشغل خير من الله. وأكو ناس لحكي لهم على الخاص أعطيه تشجيع وخليه أحفزه، فأنتوا يعني والله حيرتوني، شو اللي تردوا بالضبط؟ أنا حكي على الشباب اللي يشتغل ببيته بالعافية عليه، اللي دا يصلح بالعافية عليه، زين الشباب اللي هم يعني ساعة الساعة ماكو شغل، ماكو وظيفة، ما حد يعلم، أهل المصالح باللحظة اللي إحنا صرنا خلينا نقول فدائيين
ودنطيكم معلومات ومستحملين حكي الناس كليته واصحاب المصالح وانت قاعد وساكت ولا كان كل شيء تسوي. يعني شو اللي تردوا بالضبط؟ عقل ما عقل ماكو، لا عقل موجود. والدليل ده تشتغلون بالبوبجي وتلعبون وتطبون حتى تعرفون شغلات الانجليزي. احنا شغلتنا مهنتنا ما يراد لها ذاك العلم، مو هي صناعة الصواريخ يا اخوان، هي مو صناعة الصواريخ، شغلات بدائية. واغلب الناس اللي وياه يشتغلون بالمهنة ما عندهم يمكن ثالث متوسط. زين، مو بالضرورة، احنا قلنا ما يراد لها شغلة علمية بحتة 100%، شغلات بسيطة بسطنا لكم اياها، تعبنا وياكم بلينا من عندكم. زين، وشو اللي تردوه بعد؟ ما دا يتناسب التعب مالنا ويا 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 الردود العكسية او التغذية العكسية تجي من عندكم. يعني من البارحة واليوم انا قلت هسه فد 30 واحد راح يراسلني يريد يجي للمحل حتى يتعلم. الظاهر انتوا نايمين يا شباب، انتوا نايمين وما صير لكم شارة. زين، دا نعلم يجي يقول لك والله ذولا ما يستاهلون واحد يعلمهم. يا بليش ما يستاهلون عمي، ذولا الشباب قاعدين. زين، دا يعانون من مشاكل نفسية، مشاكل مادية. يعني شو اللي تردوا بعد؟ انا بالنسبه لي المطارات راح اوقفها، لانه انا عندي منك حوالي 450 فيديو، سويت لكم دوره تقريبا حوالي 29 فيديو وما بين عليه كل شيء. زين، فراح نغلق صفحه المطارات. زين، واللي يريد يتعلم انا ارحب باي واحد يجينا، راح نبدي صفحه جديده ويا الشاشات. زين، عسى ولعل اللي ما له واهس يتتوسخ ايده، هواي ناس ما لهم واهس يتوسخ ايديهم. زين، يستنكف، يريد يقعد ورا المكتب، يريد شغله يدورها نزاكه. على كل، راح نجي وياكم، راح نجي وياكم يا شباب، وراح نجي نفتح دوره تخص الالكترونيات وتخص الشاشات، ونعلمكم من الالف للياء ونشوف تاليتها وياكم شو تسوي. عسى ولعل. زين، لست عليهم بمسيطر، احنا ما مسيطرين عليكم، لكنه انما بعثت مبشرة ونذيرة، نبشركم وننذركم يا بهيج يا بهيج، نطبق التعاليم الإسلامية وياكم عسى ولعل تفيد وياكم. احنا مو شغلة توقيف الدورة بس، التفاعل بالجانب الثاني ماكو، يعني كأنما دا نحكي بالهواء. زين، احنا نريد تفاعل قوي، نريد ناس. هاي الفترة مالت الدورة 29 فيديو. زين، اشتغلوا، سووا شيء، دزولنا منشوراتكم، دزولي على الواتساب، والله لفيت هيجي سويت هيجي، يعني كأنما أنا دا أحكي هيجي. احنا شغلة الفيديوهات احنا دا نخليها مكتبة للأجيال الجاية. عسى يجوز هذا الجيل هذا ما بي فايدة، فالجيل الجديد يجوز اللي يجي وراكم احتمال يدور هاي المعلومات، فنخليها بمكتبة، نخليها صدقة جارية. زين، عسى ولعل في يوم ما إذا واحد اتعلم وفتح مصلحة وفتح رزق إله راح يستفاد، وإحنا نخليها حسنة لوجه الله تعالى. فإحنا نركز على أكثر شيء على الآباء، الآباء الآباء ينصحون أبنائهم. زين، يعني هواي ناس دا يجي الأب والابن ما جاي، يقول لي ابني يريد يتعلم. لا، احنا نريد هو الابن يجي، هو اللي يسعى، هو اللي يدور على المعلومة. فيا اخوان اللي نريده شوية شوية وعي. زين، شوية وعي، شوية تنتبهون، يعني قدروا المسؤولية اللي دا نسويها احنا، قدروا الشيء دا نعطيكم اياه المعلومات، يعني دا نبسط لكم بكل الطرق. يعني شر دا سوي بعد انا وياكم، سهلت لكم، عندي فيديوهات مالية صارت فوق 1200 فيديو بالقناة مالتي. ما اريدك اشوف لك فيديو واحد وتجي عليه والله اريد اتعلم، هذا غلط اخوان، هذا غلط. 100 مرة قلنا سوي لك دفتر، اجمع معلومات، جيب لك مواد، اصرف، حاول تصرف. اذا انت ما تريد تصرف وتريد تتعلم، مو احسن لك من غير مهنة؟ شغلة حلوة انت وقاعد، مهنة تفيد اللي صحته زينة وتفيد اللي عنده عوق. زين، وهي ما دا نحكي صواريخ عبر القارات، دا نحكي معلومات بسيطة وسهلة. جاكم الشتاء، جت الغسالة، جت عطلاتها. على كل، تعبنا وياكم وتعبتونا.
أتمنى لكم الخير والموفقية. والله محروق قلبنا لأنه أحس كل الناس هم أبنائي، أحس كل الناس هم محتاجين للمساعدة، أحس كل الناس تدور فيها. ما نقول معلومات نادرة، إحنا دنطي معلومات بسيطة جدا جدا، وهذا اللي دنطي يعني بس اللي نعرفه. أكو معلومات، أكو ناس أحسن من عندنا، عسى ولعل الناس اللي أحسن من عدها من عندنا اللي عنده معلومات يعطيها للعالم وتخليها صدقة جارية. ماكو واحد يموت وياخذ معلوماته وياه، لأنه كلش ما راح يستفاد، الناس ما راح تدعي له، ما راح تعرفه، ما راح تشوفه. زين، وشي ثاني هي صدقة جارية. أتمنى لكم التوفيق والصحة وجمعة مباركة عليكم، وعسى أن رب العالمين يهدي هاي الشباب اللي هم بالملايين قاعدين وساكتين كل شي ماكو. زين، أتمنى يستفادون، وتحياتنا لكم وشكرا لكم.